كنايس عزبة النخل والمرج حذرت من شخص بيقوم بجمع تبرعات، وهو ما كتب في الصفحة الرسمية للإبرشية في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. قالت فيه: تؤكد كنائس عزبة النخل والمرج برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا سيداروس أنها لم تكلف أحد بجمع تبرعات باسمها، حيث يزعم أحد الأشخاص تحت اسم الأخ أثناسيوس بجمع تبرعات لخدمة العشوائيات. ويؤكد نيافة الأنبا سيداروس أن الشخص ده لا يتبع أي كنيسة من كنائسنا وليس على قوة أي خدمة نهائي، وتحذر الكنيسة شعبها المبارك من التعامل معاه في أي أمور مالية أو قانونية أو مجتمعية، وليعطي الرب سلام للجميع.